القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الدرس في 446 من دروس التفسير، ومازال راكو سورة فاطر ساقي مرضى ربي، هذا في السلسلة 15 المذلية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربي سبحانه غادي يسمحلي باللي نكون ذي الفقراء، كني بغي لا بنادم يسعى يزمر تفضيون يسعى سعايا تذريم يسعى شي معنو الزمير ديني كيني غني انا الغني. لا يمكن، الانسان مهما امتلك من اموال الدنيا لا يمكن أن يدعي الغنى المطلق، لأنه في حاجة إلى مقومات حياته، في حاجة إلى هواء، في حاجة إلى ماء، في حاجة إلى غذاء، في حاجة إلى صحة، في حاجة إلى مقومات الحياة. الله هو الحي القيوم. ما ردنيني الله حي قيوم، إيش المعنى قيوم؟ وريح وجيون لا يحتاج إلى غيره، يعني يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. رب يحوجر هو الغني، ماذا نكني ولا ما تفضيوني السعى لمراق الماديات يسعى اللوزينة يسعى كلش أمعنى وزماتني أنا الغني. ذي قيم كان ذي روح كان سلعقل أخطر يحوج ربي سبحانه يذكرنا زرماني الله يثم اثناء قرآن تعالى شكو الدنيا ذيني الزرام ذيني الزرام كل يوم شو يزرى الدنيا والله السوحاش يعني السوحاش ولا شو دين دينا غاقلا غنسان شي يعني السوحاش لي سوربريز المشاكل التلوفة الفتن في كوالي غلوق المنصي ضرا تخربك دعوة لأوروبيان في كوالي روحا تقرا في كوالي فيك ولا روح انت الى وين دار زنت لي فالور القيم تحطمت ابي بري كل شيء الى وين دا السقم وباش ونسي ساره مي الكثرة لا اله الا الله محمد رسول الله الكثرة لا السوحاش. لذلك ربي سبحانه وتعالى دي خلقان اصف دي القران كل مره يخدم دير رو دريسمون كل مره يقاد هثان ستارة في بلاكي لاكي بوفريد لانت نكون ذي الكود لاروت كان لكن تفغط السنوض حواج في بلاكين دي كاتر فان فان سون فان فان غادي ولاش سون فان سون سون كذا الى اخره ادروات اغوش سون سنتير دي في كذا كي الكود لاروت موسنت القدرة راه يضرو خسار وذا انت زران يضرو خسار الرفراب وبرذان الرفراب يرهاب الطرقات لو بريمي فاكتور بنادم ماشي ذا فيريد يخسر المالوريزمو يخسر طاسن دي يخسر ماشي ذا الماتريال ماشي السبه ثم زواروث ذا نوكني ونطفن الفولون اطاسي ساعه داكي شوفور داكي 60 سنه شوفور زيرو اكسيدون زيرو انسيدون ولاش لا سلم ثم جدي شنا عمي شنا تفضيوني ساعه 10 ايام البيرمي برك لكن نجيبها في العاصمة هذه راح يخدم أربعة خمسة كوفريد من خلف الكود لاروت يضرب خسار من خلف الكود ربي ناد في سورة الإسراء الآية التاسعة
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لذلك ربي غادي سار سابريد دي قرية أيها الناس، الناس في دار المؤمنين يعني سون زيكسيبسيون، الناس يا كثر خلقيث أنتم الفقراء إلى الله. ذي جلد نرسي ذي ربي أكن تفغم في السعام سعايا، والله هو الغني الغني ال تفيد الاستغراق والشمول. إذن سكي إذ الغني لماذا يمكن الفقراء الحميد؟ ما معنى الحميد؟ معنى الذي يستحق جميع المحامد. ما كاينش اللي ما يقولش الحمد لله، ميم الكافر لو كان ماشي ربي اللي عطاه الصحة يقدر يتحرك. هذاك اللي يكفر في الفيسبوك، الكفر درك نورمال، الإلحاد نورمال. لو كان ماشي ربي اللي عطاه القوة، عطاه له المخ، عطاه له اليدين يخدموا، عطاه له اللسان يهدر. هبا أنت أيها الملحد لا تستغني عن الله. ولكن شفو ياس ربي سوسع مرار يمهل ولا يهمل. لذلك دقار الحميد الذي يستحق الحمد من جميع الخلائق هو الله. لذلك في الآية الأولى في سورة الفاتحة أدنيني الحمد لله رب العالمين. بعد شو دينا؟ إن يشاء يذهبكم، يعني ما تقولوش زعما اسما كي تعصي وربي زعما في الحقيقة كي نعصي وربي ما درنا والو، ضرينا غير روحنا. إيه ثغنا أنت النقمة يهوي أم بعد رب غادي قار إن يشاء يذهبكم أكون كساك أكون محوياك ويأتي بخلق جديد. أنعم أدياوي لو كرياتور يزمري كلش أدي خلقه شو كيفغا إما لي فكي ربي اون شانس غادي اون ماشي سناث اون خاطر يوثن انتوزرت سي بور سا اون شانس دائما قرغاون ولاش سيسيون دو راتراباج ولاش سيسيون دو راتراباج تلا يوث لا سيسيون تسكد ينسي دير دايا. طيب يزمر ديني يوان سمحتي بدينا ربي سبحانه وياتي بخلق جديد. أما بعد شو دينا أي غير باش غادي يفهم باللي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. هاي لا كونكليزيون، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. شكرا. وما ذلك على الله بعزيز. المعنى يز أوري وعيرا سيدي ربي ما هو صعب، ما هوش صعب مفهوم. وما ذلك الله بعزيز معنى يسهل في الناس، بمعنى آخر أوري وعيرارة في الناس. سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد الشغل دينا ولا تزر وازرة وزر أخرى. شو المعنى يس؟ هذا من عدل الله، لا يعاقب الإنسان بجرم غيره، لا يؤاخذ المرء بجريرة غيره. أرب بريد حسب ريون فين يخدم وايض لا يمكن أتفضي ما يخدم حاجة أرب بريد حسب ريكيش ما يلا أميك نغير ليك بيان سور في الصغر لا المسؤولية مي ولاش ولا يفذن وايض ولا شوي سلك نوايض ولا شوي يتعاقب ذو كان بايض. ثقي قاعدة لا يعني عدل الله، كل واحد يتحاسب على واش دار. كل يوان أين الزرع آثي غلث بين قوسين يرتشيوين كود بينال قانون العقوبات قاع ماشي في الجيري قاع في الموندونتي تبنوا هذه القاعدة. لا رجل لا رجل دو دروا أصبحت قاعدة قانونية جنرالي أبسترات. قاعدة رجل دو دروا جنرالي أبسترات قاعدة عامة ومجردة. أي غار في القانون العقوبة مثلا يقول لك العقوبة شخصية. وش معنى العقوبة شخصية؟ معنى يتعاقب اللي دارها أو اللي داروها. خطر ممكن يديروا أن جروب يديروا حاجة اللي اسمهم الشركاء ذي شريكا الشركاء في الجريمة والعياذ بالله.
هذا من عدل الله. وبعدين شو ديننا ربي سبحانه؟ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. سبحان الله، حينما تأتي مثقلة، المراد بالمثقلة هنا ماشي ثمطوث، لا، المراد بالمثقلة النفس المثقلة، النفس سواء يكون ذكر أو أنثى. قال الله تعالى إذن بعدما أكد على هذه القاعدة الذهبية ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا من عدل الله، لا يؤاخذ الإنسان بجريرة غيره ولا يعاقب الإنسان بجرم غيره، هذا من عدل الله. وقد قلنا ونؤكد أن هذه الآية صارت قاعدة ذهبية تبنتها جميع قوانين العقوبات في العالم، منها قانون العقوبة الجزائري تحت عنوان العقوبة الشخصية. وبعدين ربي واش قال؟ وإن تدع مثقلة، قلت مثقلة ماشي معناه مؤنث معناه امرأة، لا لا، معناه نفس مثقلة بالذنوب ليست قادرة على الحركة والمشي. شوف إيو الميلة مثقل بالذنوب، سمحوا لي ولزمي هذه الحو الزايس الذنوب الزاي، وثقي جاءت بصيغة كل نفس ذائقة الموت، أو ربي قال كل نفس معنى ذكر أو أنثى، ماشي غير النفس معنى امرأة، كل نفس ذائقة الموت. طيب مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، النفس المثقلة بالذنوب ما يقدر حتى واحد ينفعها. ممكن يجي أب معمر بالذنوب يقول وليدو ارفد عليا شوية، يقول لا لا في الدنيا نرفد عليك، نرفد عليك أثقال، نرفد عليك نتعاون، ولكن في الآخرة ها كل واحد وحده، كل نفس ربي قال كل واحد يتعاقب وحده، ما كان حتى ولو كان ذا قربى. خطر القرابات في الدنيا تنفعنا القرابات، ولكن في الآخرة سلك راسك، نفسي نفسي، كل واحد يتحاسب وحده. واش قال ربي في آخر ما أنزل؟ وقد ذكرت الآية مرارا من باب التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهي الآية 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل نفس كل واحد وحده، وهم لا يظلمون. اطمئنوا يا معاشر البشر، إذا جربتم مرارة الظلم في دار الدنيا فاطمئنوا فلا ظلم عند الله. كي قال ربي سبحانه، نرجع الآية، واتقوا يوم ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس، ما قالش كل عائلة أنقروا، كل عرش، كل أذر، من كل واحد يتعاقب وحده. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ربي قلنا بعد الصلاة والسلام، شكون اللي يقبل النذير؟ شكون اللي يقبل التنبيه والإرشاد والتوجيه والتذكير؟ الذين يخشون ربهم، أو اللي يخاف ربي، أو يقول لك خاف اللي ما يخافش ربي، أقواذ ولور نسقواذ ربي، الذين يخشون ربهم يخاف ربي. كي تقول له اتق الله ماشي عيب يغلط، كلنا خطاؤون، ما كاش يقول لك ما نغلطش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، خطاء معنى كثير الخطأ، يغلط بزاف، وخير الخطائين التوابون. ربي سبحانه عز وجل قال لك اللي يخاف ربي هذاك هو صمام أمان، يتسقواد ربو يتسقواد في الناس، ولكن بالغيب صحقاره بالغيب، يقدر واحد يعصي ربي كي يكون وحده، كي تكون كاميرا ما يعصيش ربي، فهم يا الفهم هذا مكان ها، نعم يقدر واحد يسرق مي كي يشوف باللي الحانوت راه معمر بالكاميرات. سبحان الله سبحان الله، هو ربي الذي يعرف. هاي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة الخوف ربي هذا. نزيد شوية للدوز، واحد يدخل الفيسي، يلا نهضروا الصراحة،
علاش ما يخليهاش نظيفة؟ واش نقول؟ هون نلقاو في الجوامع بعض الناس يكتبوا بستيلو أفاتر، سمحوا لي والله ما أقوله عن حب، وربي يعلم عن حب وأخوة، عليه وبعدين يكتبوا دعوا المكان نظيفا، تكون كاميرا داخل ما كاش كيفه، ما تكونش حرام وممنوع وكيفه. وحنا بالكم ناس بكري العجايز، العجايز الله يرحمهم، لو بارم باش تقيم تاع تيسليت يعقالن، تدخل الدار تشوف الفيسي ماشي الصالون، الصالون سي نورمال مسقم، الفيسي اذا كان الفيسي نظيف سي بون، كما تقولوا يا لي جون، اذا كان الفيسي ماشي نظيف معناه هناك خلل. علاش تروح للجوامع السبيطرات الجامعات الثانويات؟ والله غير نذكر رجل فحل الشيخ مولود القاسم نذف القاسم، انا عامر الشيخ مولود القاسم نذف القاسم كي يروح يزور لي ليسي الوقت هذا كنت على التعليم الاصلي، هاي راح يزور الفيسي قبل ما يشوف ديريكتور، نقولها والناس اللي يعرفوه على بالهم واش نقول، يشوف الفيسي اذا لقى الفيسي وتنظف ديريكتور سلك، الا لقاوها ما لقاها ماشي مليحه تروي فلاس، ومن غير تروي فلاس الزرا ما فيك خدم مولد قاسم نهد القاسم، هذا تاريخ وفي نفس الوقت التربيه. يلا الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب واقاموا الصلاه، خوف ربي وبعدين اقاموا الصلاه تظليث، ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه، اللي تربى واللي سقم روحه هو هو المستفيد يا جماعه الخير، ربي يغفر لنا برك. انا اقول هذا الكلام من باب التذكيره، منهج نبوي، ما بال اقوام، ما بال اقوام. إذن باش أي واحد منا غلط يدير ريفيزيون مراجعة وعادي، وبعدين ربي يقول عفا الله عما سلف، واستقبالي ثقاران هذه رحمة ربي في مزورة يسعد في نقورة. على بالكم الأجداد هنا تلمون شاطرين بزاف، نقدر نجيب لك القرآن من الآية الأولى حتى الآية الأخيرة الأخيرة استقبالي، كل حاجة لقاو لها المعنى نتاعها بالقبيلية، وبلغة أمازيغية فصيحة يسمعون الوحي يفهمونه ثم يترجمونه بلغة باللغة الأمازيغية الفصيحة. هذا عفى الله عما سلف استقبالي، هذه رحمة ربي في مزورة يسعد في نقورة. وبعدين ربي قال وإلى الله المصير، يعني كلنا إلى ذلك المصير. الشيخ محمد الناياس ولاش تصبحي ثور نسايثة مديث ولاش يظهر نسايثة في جريث، وما يستوي الأعمى والبصير، هي كما أن المؤمن لا يستوي بالكافر، المؤمن كذ الكافر الطائع كذ العاصي، كذلك في كيغض ربي هذه النماذج اللطيفة، قال لك الأعمى والبصير أذر غالك كذ متواني خلفا، ولا الظلمات ولا النور طالما كذ سفاف، ولا الظل ولا الحرور الجنة جهنم، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وين يموتنا كل من سيدي مخلفا، الأحياء يسمعون، ربي قال لتنذر من كان حيا أبصر ياسين، لتنذر من كان حيا، ولكن اللي مات يحتاج غير رحمة، دعوت الخير ربي يرحمه ويوسع عليه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب ومن بعد ربي واش قال؟ إن الله يسمع من يشاء، ربي قادر أن يسمع من يشاء، أعلاه كما قلنا في لقائنا السابق ربنا يملك قدرة مطلقة وإرادة مطلقة، فعال لما يريد، أذي يخدم ذا شو يبغى. قال استقبيليث، ها كل مرة نجيب لكم أمثال، أمذاني تصحبير ربي يدبر، يعني بالعربية الدارجة أو الفصيحة العبد بالتفكير والله بالتدبير، وما أنت بمسمع من في القبور، سبحان الله، ربي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام
هذوك اللي الكفار والمشركين اللي ما يسمعوش وما يفهموش، كيما هذاك اللي ميت ما تقدرش تنذر من كان ميت يموت داين قد افضى الى ربه، ممكن تكلمه وتنذره وترشده اش يصير وين يموت، مثل فضل الفوز كاب وين يموت في كاس كان دعوه الخير غير حواج. ان انت الا نذير، ربي يذكره بانك نذير، انت بشير انت نذير، تبشر بالبشائر الناس المؤمنين والاخرين تذكرهم تنذرهم. امش قنص قبايليث يماك ما يهزيك يعزيك، خوك كي يهزك معناها ربما ينصحك بشده لانه يعزك، لو كان يعزك يقول لك روح بالسلامه افريث بغض فيث، ولكن يماك ما يهزيك يعزيك. من بعد واش قال ربي سبحانه؟ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. سبحان الله، ربي أرسله آخر النبيين والمرسلين، البشرية محظوظة سعى الزهر خلقيف إيش قاعد ربي أن قالوا يجمع كلش يأكل خير يقلان يجمع في الجواليس دي القرآن الكريم والآية في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد إنك بشير ونذير، طبعا يبشر ونذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال ربي حتى الأمم السابقة عندهم الأنبياء، معناتها ربي سبحانه يرعى هذه البشرية إتش قاعد لي بروفيت لي ميساجي يكوي خلقيف للأقوام من كل قوم إتش قاعد ربي نبي رسول نبي نبي ورسول ورسول نبي إلى آخره. الخاتمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد شو ديننا؟ وإن يكذبك ما إلا سكتفنك ينكرنك فقد كذب الذين من قبلهم، وقالك زوار ذا سكتفنتن الأنبياء والرسول سكتفنتن، جاءتهم رسلهم بالبينات، الرسل بند البينات الحجج القاطعات وبالزبر وبالكتاب المنير المنير لطريق الهداية لسبيل الهداية، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيري. معنى ربي سبحانه بين هذا المصير المحزن لجميع من يكفر بالله عز وجل ويعلن حربا ضد الله خالق السماوات والأرض. جاء مثل ويث أرثي مليليث سلام ربي في الأمور.